السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة الدرس 23 طرح الأعداد العشرية. كما شفنا جمع الأعداد العشرية هنا طرح الأعداد العشرية طريقة سهلة. La soustraction des nombres décimaux. لنفهم ونطبق. ها، قرأت إيطو في إحدى المجلات أن أطول رجل في التاريخ هو الأمريكي روبرت وادلو المتوفى سنة 1940. انظر الصورة، وادلو والده ولد. إذن أبديله فيه 182 سنتيمتر، وادلو فيه شاب 272 سنتيمتر، طول منه. هنا مقياس بالمتر، هنا بالسنتيمتر. هنا شوفوا العلاقات بينهم، هي سهلة كتعتمد على الجدول. أحول قياس الخامتين إلى المتر بالمتر، إذا قامتين بالمتر نعتمد على المقياس، المقياس دائما المقياس. المتر دي سيمتر و سنتيمتر. 272 سنتيمتر، 272 سنتيمتر. إلى المتر، إلى المتر 2 متر فاصلة 72. 2 متر كنقولوا 2 متر، كنقولوا 2 متر كنقولها، ما نقولش 2.72 متر، نقولها هكا 2 متر فاصلة 2 متر فاصلة 72. صافي. ثانية 182 سنتيمتر، 282 سنتيمتر. كم تساوي بالمتر؟ 1 متر فاصلة 82. 1 متر فاصلة 82. صافي، طريقة سهلة. احسب الفرق بين قامة وادلو وقامة والدي، ما ينقص وادلو لإكمال 3 متر. إذن الفرق بين قامة وادلو ووالده، الفرق بيناتهم هو وادلو فيه هذه بالمتر، ها هي 272، جوج متر فاصلة 72، ووالده 1 متر فاصلة 82. إذن الفرق بيناتهم، شحال الفرق بيناتهم؟ وادلو ناقص القامة، يعني الطول ديالو، يعني هي 2 متر فاصلة 72 نقص منها 1 متر فاصلة 82 باش تعطينا الفرق بيناتهم شحال. إذا شحال نقولوا؟ 2 ناقص 2 0، 7 ناقص 8 لا يمكن نضع 17 ونضرب على 1. 17 ناقص 8 هي 8، لا هي 9. 17 ناقص هي 9. جيد جيد مزيان. فاصلة 1 ناقص 1 هي 0، 0.90. إذا شنو هي؟ هي 0.90. شنو تعني هي تي؟ 90 سنتيمتر. إذا 90 سنتيمتر هو الفرق بيناتهم. صافي؟ باينة 90 سنتيمتر. ما ينقص وادلو لإكمال 3 متر، باش يكمل 3 متر شنو خصو؟ 27. ما عارفينش شحال. إذا شنو نقولوا؟ هي 3 متر فاصلة 0.00 هي 3، نقصوا منها، شنو نقصوا منها؟ القامة ديال وادلو باش نعرفوا شحال، اللي هي 2 متر فاصلة 72. ناقص طرح. إذا 0 ناقص 2 نضع 10 نضرب على 9 ونضرب على 3 ونضرب 2. إذا 10 ناقص 2 10 ناقص 2 تساوي 8. 9 ناقص 7 2 نضعوا فاصلة، 2 ناقص 2 0 0. إذن الفرق شحال؟ 28، 0.28 إلا هي اللي هي، هي 0.28. نديرو هنا اللي شنو كتعطينا بالسنتيمتر؟ كتعطينا 28 سنتيمتر. إذن كتساوي هي 28 سنتيمتر. هذا هو الفرق اللي بغى باش يوصل يكمل 3 متر. إذن كنظن أنا عاد شرحت لكم، شرحت لكم ودرت لكم واخا درت لكم على الكيا، درت لكم العمليات غير هنا باش تفهموا.
أحيط الفرق المناسب للعملية في كل بطاقة. إذا أحيط الفرق المناسب، فرق مناسب لكل عملية، صفر فاصلة خمسة ناقص صفر فاصلة خمسة، العدد الصحيح نفس العدد الصحيح متساويين، العشر مع العشر بحال بحال، إذا صفر صفر خمسة خمسة، والطرح ديالهم إذا طرح نفس العدد كيساوي صفر صفر، واحد ناقص صفر فاصلة خمسة، صفر فاصلة خمسة شنو كتساوي لنا هي؟ النصف، النصف ديال شي حاجة. مثلا بحال بنانة النص ديالها كيبقى النص ديالها هي صفر فاصلة خمسة، يعني كبحال صفر فاصلة خمسة وصفر فاصلة خمسة كتعطينا واحد. واحد نقصو منها صفر فاصلة واحد تعطينا صفر فاصلة تسعة، واحد ناقص صفر فاصلة صفر شحال عشر أجزاء المئة، المئة يعني صفر فاصلة تسعة وتسعون، تسعة وتسعون جيد. جو بوز إيجيفيكتوي خمسة وثلاثون فاصلة أربعة وستون ناقص تسعة فاصلة سبعة، الوحدات عدد العدد الصحيح تحت العدد الصحيح، فاصلة تحت الفاصلة، عشر تحت العشر، وأجزاء المئة تحت أجزاء المئة، واللي باقي لنا كنمثلوه بالصفر كنعوضوه بالصفر. حتى ثاني هنا ثاني العشرات هو صفر. قولي لي قولي لي أنت قولي لي أنا نكمل. أربعة نقص من صفر أربعة، أربعة ستة نقص من سبعة لا يمكن، ستة عشر نضرب على خمسة وردوها أربعة، ستة عشر ناقص سبعة تسعة، نضع الفاصلة نقش الفاصلة، أربعة ناقص تسعة لا يمكن، أربعة عشر نضرب على ثلاثة وردوها اثنان، أربعة عشر ناقص تسعة خمسة، خمسة اثنان ناقص صفر اثنان، إذن خمسة وعشرون فاصلة أربعة وسبعون. هنايا 94 97 فاصلة 0 8 نقص منها 65 فاصلة 9، إذا نعوضوا أعداد هنا حيت ما عندناش صفر نعوضوا بصفر صافي، نديروا فاصلة تحت فاصلة، إذا 8 نقص منها صفر، قولي لينا أنت اللي كتخرجي 8 نقص منها صفر 8، صفر نقص منها 9 لا يمكن، إذا 10 نضربوا على نضربوا على سبعة وردوها ستة، يلا عشرة هضري واحد، عشرة نقص منها تسعود واحد، نضعوا الفاصيلة هاي ثم حطنها، ستة نقص منها خمسة واحد، تسعة نقص منها ستة ثلاثة، واحد وثلاثون فاصيلة ثمانية عشر. إذن شفنا العملية، إذن ثبتوا تعلمت لحساب فرق عددين عشريين أضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري وعوض الأرقام الناقصة بالأصفار، كي هذا المثال كي هذا المثال كي هذا المثال كذلك، لكن العدد ما كيقدرش ما كيكملوش إذن كنضربوا عليه وكنردوه مثلا هذا أربعة. إذن أنمي معجمي الطرح لا سوستراكسيون، الفرق لا ديفيرونس، الباقي لو غيست. إلى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.